المتحدة كلاهما ضحايا للإرهاب في الحرب على الإرهاب. دعت الصين الرئيس بوش إلى بيجين لإقامة تحالف يخدم مصالح الدول. يقف الرئيس جيانغ وحكومته جنبا إلى جنب مع الشعب الأمريكي في حربه على قوى الشر. بعد 11 من سبتمبر بدأت السلطات الصينية تقول على رؤوس الأشهاد إن الإيغور يقاومون الدولة الصينية بأساليب عنيفة تتمثل في الإرهاب، ولذا يمكن أن تكون لهم علاقة بظاهرة عالمية لا تعادي الصين وحدها بل تعادي الغرب أيضا، وهي عدوة للولايات المتحدة وأوروبا. لم يكن أحد يستطيع أن يتذمر من الحكومة الصينية دون أن يقال له إن تلك حرب على إرهاب عند حدودنا وداخل بلادنا. في عام 2002 وبينما دخلت ربيعة عامها الثالث في السجن، كان التعاطف العالمي مع السجناء المسلمين قد تلاشى، وكان كل يوم تقضيه ربيعة في السجن الانفرادي يأخذ منها ما أخذه. كانوا يخرجونني في الهواء الطلق مرة كل 45 يوما، كانت كل دقيقة تمر كسنة. لم أكن أستطيع المشي إلا بالكاد، كف بصري في البداية، ثم رأيت طائرا يحلق في الجو فتساءلت قائلة لماذا لا أكون مثله. فأطير. عندئذ يبدأ المرء في إعادة تقييم حريته، فيدرك أنه لا يحتاج إلى المال أو الملابس أو أي شيء. لذا فإنه لا يخشى الموت. على مدى السنوات الثلاث التالية خاض الصديق وراي معركة حامية الوطيس في واشنطن من أجل الإفراج عن ربيعة، وشيئا فشيئا وجدوا دعما من جماعات حقوق الإنسان والساسة من قبيل توم لانتوس عضو الكونغرس الأمريكي الذي نجا من الهولوكوست. شعرت أنا وزملائي أن علينا أن نبذل قصارى جهدنا من أجل إطلاق سراحها. لا نعتبر ربيعة إرهابية. عندما كنت في السجن مرضت مرضا شديدا، لكن السلطات لم تعبأ بي ولم تأخذني السلطات إلى الطبيب إلا بعدما تدخلت منظمة العفو الدولية. عمل الأنصار في الحكومة الأمريكية سرا مع السلطات الصينية من أجل إطلاق سراح ربيعة، وأخيرا سمحت الصين لربيعة بالسفر إلى الولايات المتحدة للعلاج، لكنه اشترط أن تتبرأ مما فعلته حسب ما يفعل جميع السجناء السياسيين. أينما عشت سأبقى صينية. يعتقد أن هذه الصور التقطت لربيعة في آخر أيامها في السجن. أحلف يمينا مغلظة بأنني أؤمن بوحدة الصين، قلت إنني لن أثير متاعب لكم وأن الاستقلاليين سيئون وأنني مخطئة. بلغت بأنني سأتلقى علاجا في الولايات المتحدة على مدى 18 شهرا. طلبوا مني ألا أنخرط في أنشطة سياسية أو أسرب أي معلومات. كانت ربيعة تدرك وهي تتأهب لمغادرة الصين أن تلك قد تكون آخر مرة ترى فيها أبنائها. في واشنطن قام مسؤولون من وزارة الخارجية بزيارة سرية للصديق. أبلغونا أنه أفرج عن ربيعة، لكن علينا أن نلتزم الصمت إلى أن تركب الطائرة بسلام. لم أدري ما أقول، كنت في ذهول مطبق. أرغمتها السلطات الصينية على التعهد بألا تفعل أي شيء ضد الحكومة عندما تأتي إلى الولايات المتحدة، لكنها فعلت عكس ذلك التعهد تماما.
بعدما التحقت ربيعة بعائلتها في الولايات المتحدة سارعت إلى استئناف نشاطها. هل ستذهبين إلى مكتبك؟ نعم. هل ستذهب معها؟ هذا يذكرني بالشيوعيين. الشيوعيون يعقدون اجتماعات يومية. هل أعقد اجتماع كل يوم؟ هل أنجزت تلك المهمة؟ أريد الترجمة فوراً. طلبت منه ألا ينظر إلي بازدراء. بلغني عندما تفرغ من المهمة، سأبقى هنا طوال النهار. الثانية إلا ثلثاً، لابد لنا أن نذهب. في خضم السياسة الأمريكية، كانت ربيعة في وضع يمكنها من دعوة الكونغرس وجماعات حقوق الإنسان إلى الاعتراف بقضيتها وتدبير أموال لها. من حقنا أن نقرر مصيرنا بأنفسنا. لا أتحدث عن استقلال، بل أتحدث عن حقوق الإنسان والديمقراطية. سرعان ما أصبحت تدلي في برامج تلفزيونية عالمية بتصريحات ضد الصين. لو كذبت وقلت للصينيين ما يريدون سماعه لما سجنت على الإطلاق، لكنني قلت الحق فسجنت. ما لبثت السلطات الصينية أن رصدت التصريحات التي أدلت بها ربيعة في الولايات المتحدة. غضبوا من عدم تقيد ربيعة بشروط الإفراج عنها، وقد أصدرت الحكومة الصينية بيانا قالت فيه إنه بدلا من أن تبقى ربيعة قادر في المستشفى أثناء فترة الإفراج التجريبي عنها، فقد انخرطت في ترويج إشاعات وتشويه الحقائق وتوجيه السباب إلى الحكومة الصينية. ترصد أنشطتنا وتراقبنا وتتابعنا بدقة، ونعلم أنها ستبذل قصارى جهدها للقضاء علينا. نعم صحيح، إنهم يراقبوننا. في إحدى المرات رأت ابنتي هؤلاء الأشخاص وهم يصورون مدخل منزلنا. يوجد للصين هنا وجود كبير في مختلف مناحي الحياة، وعن طريق ذلك الوجود يمكنهم أن يرصدوا أي شيء يريدونه. لديهم الإمكانات ولديهم أفراد يراقبون من يرون فيه خطرا عليهم، بصرف النظر عن البلاد التي يقيمون فيها. في شتاء عام 2006 أوشكت فكرة ربيعة عن سلامتها في الولايات المتحدة أن تهتز. كانت ثريا توصل والدتي بالسيارة. عندما اقتربت من إشارات المرور أضاءت الإشارة الحمراء، فتوقفت قبل أن تتجه إلى الشمال، لكن السيارة كانت خارجة من المكان الذي كانت هي متجهة إليه. خرج شخص وضرب السيارة، فشعرت ثريا كما لو أنه كان يضربها هي. ثم رجع وارتطم بها مرة أخرى. شككت فيه عندما رجع بسيارته، فارتطمت بسيارة ثانية. كأن أمي تدفع إلى الخلف وإلى الأمام. قالت سكرتيرتها: يا إلهي، هذه محاولة اغتيال. ثم راحت تصرخ قائلة: اغتيال. أمل أن لا يكون هذا الحادث من عمل الصينيين كي يعتدوا عليها في الولايات المتحدة. عندما ذهبت إلى المستشفى كان في انتظار 10 أو 15 شخصا. كسرت عظمة في عمودها الفقري، وقال الطبيب إنه إذا كسرت فقرة فستشل، لكنه لم تكسر فقرة ولله الحمد. قلت لنفسي: إذا لم تعد قادرة على الكلام، فما الذي سيحدث لقضيتنا وماذا عسانا أن نفعل؟ شعرنا فعلا بأن تلك كانت محاولة لاغتيالها. في الكابيتول هيل دعا عضو الكونغرس توم لانتوس الرئيس بوش ووزيرة الخارجية كونداليزا رايس إلى مأدبة لدعم قضية الإيغور. ورغم أن ربيعة كانت لا تزال تتعافى من إصابتها، لكنها لم تفوت تلك الفرصة. لا يمكنها أن تجلس في مكان دون أن تفعل شيئا، لابد أن تشغل نفسها. لا أدري كيف قضت تلك سنوات الست في السجن. بينما حضر معيدون كثيرون، لكن الرئيس بوش وآخرين لم يفعلوا.
هذه امرأة تفعل ما تقول. لقد رشحت لجائزة نوبل للسلام التي تستحقها فعلا. دعوني أقدم لكم أفضل ما في ثقافة الإيغور وموسيقاهم وطعامهم، وهي عين الأشياء التي نرغب في الحفاظ عليها والتي تسعى الحكومة الصينية إلى القضاء عليها. ترشيح ربيع لجائزة نوبل كانت عرفانا بمقالته وفعلته في الولايات.